السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا شايف النور طالع من وشك من قبل ما تتكلمي. وأنا هجيبه منين يعني؟ ده نورك وكرامتك يا سيد الناس كلها. رجعت ومشيت في الحارة، شفتها وهي ماشية، وكان ماشي جنبها أخوك خالد، وماشي جنبه صاحبه الصعيدي، وسمعت الزغاريت وهي بتطرقع من بيتكم. سمعتها وأنا بصلي. الله أكبر عليك، الله أكبر. والمصحف الشريف أنت معدي. بس أنت قصرت معايا يا عزة. ليه بس يا مولانا؟ ده أنا حرقت واستحميت ورشيت ونفذت كل اللي أنت قلتولي بالحرف. لا أنا ما بتكلمش على الوصفة إن أنت قصرت فيها، أنا بتكلم على الأخبار، كان لازم تقوليها لي على طول مش بعد صلاة العشاء. معلش والنبي ما تزعلش مني غصب عني، أصل البيت عندنا كان مليان على تمة عينه، ما صدقت تهدوا وناموا من التعب. حقك عليا يا شيخ عكروت، ما تزعلش مني والنبي. وبعدين أنا هاجي إيه في خدامك وكرامتهم الواصلة دي؟ ده أنت ما شاء الله الله أكبر. شفت دخلتها على الحارة قبل ما أنا نفسي أشوفها. بس أنا كان ليا عندك بس كده إيه استفسار بسيط لحد ما أجيلك. اسألي. أنا إخواتي أصلهم عرفوا إن أنا اتطلقت من مصطفى، بس ماما ما تعرفش. هما بقى حاكمين عليا إن أنا لازم أروح لحد عنده وأصالحه قبل ما ماما تعرف. وإنتي عاوزة ترجعي يا عزة؟ يا لهوي، وأنا ليا رأي في وجودك يا مولانا؟ ده أنت الكلمة اللي تقولها دي سيف على رقبتي. انت بس قول لنا حلها ازاي. ما هياش معقوده عشان تتحل. ازاي بس يا شيخ عكروت؟ ما هو انا لو ما رجعتش ماما هتبهدلني بهدلت الدنيا والاخره لما تعرف. اشترك دلوقتي واتفرج على كل اللي نفسك فيه. واتش ات، ما تخليش حاجه تفوتك.